السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هشرح لكم البلورال أو الجمع للكلمات في اللغة الإنجليزية. الجمع عبارة عن مجموعة من القواعد البسيطة جدا اللي لو عرفناها هنقدر نجمع أي كلمة بدون أي مشاكل. عندي مثلا، خلينا نبدأ بالتمرين ده. عندي لو كلمة بتنتهي بحرف الإف، بلغي حرف الإف وأعوض عنه بـ بي، يعني بكتب بيف وبعدين بضيف إي إس. ده بالنسبة لو انتهت الكلمة بكلمة اف زي كلمة self او كلمة leave. طيب عندي كلمة زي كلمة bottle، دي كلمة ما فيهاش اي شيء بس بحط حرف الاس. طب عندي الاشياء التي لا تعد، التي لا تعد اللي هي الكميات، زي عندي مثلا كلمة mud، عندي كلمة mud، عندي كلمة ice، عندي hair، شعر صعب ان احنا نعده، عندي salt، عندي rice صعب ان انا يعني اعد الرايس، عندي كلمة deer، عندي snow و air الهواء صعب ان انا اعد الهواء. وكل الاشياء التي لا تعد بتنزل زي ما هي بدون اي تغيير. طيب يتبقى لي بقى بعض الاشياء التانية زي كلمة stove، دي كلمة عادية بس بحط حرف الاس. كلمة duck كمان بحط حرف اس، داكس، سوب بحط اس تبقى سوبس، سيتي. طيب الكلمات التي تنتهي بواي، اي كلمة تنتهي بواي وعايز اجمعها، او كمان فيرب، كمان لو ينتهي حرف الواي وعايز احط له اس او اس بلغي حرف الواي، تمام، اعوض عنه باي اي اس. طيب تاني قاعدة اللي هي في بعض الكلمات بيوضع فيها اس والبعض الاخر يوضع اي اس، امتى نحط اس وامتى نحط اي اس. في بعض المقاطع الصوتيه لو انتهى بيها الكلام بنضع اي اس. ايه هي المقاطع الصوتيه دي؟ زي السي اتش وزي الاس اتش والاو والاس والاس اس والاكس، تمام. دي الاشياء اللي بنحط اي اس. زي كلمه بيتش هنا نحط اي اس. طيب كلمه شيب لا تتبع اي قاعدة، هنحط بس اس. كلمة بلاوز برضو عادية، نحط اس. وورك ما فيها شيء، نحط اس. طيب عندي واحدة اهي بتنتهي ب اس اس، مش هينفع ان انا احط بس اس، بحط سوري بحط اي اس، بحط اي اس. طب كلمة انيمال تبقى انيمالز، ما فيها اي مشكلة، تمام. بكده يكون خدنا بعض قواعد الجمع. هنعمل تشيك، طلعت الإجابة 100%. هننتقل لنوع تاني. عندي كلمة ديسك هي كلمة عادية لا تطبق أي قاعدة، فنحط اس. طيب كلمة إج، إجز عادي، بيرنت، بيرنتس عادية. نيجي بقى كلمة باص، كلمة باص تنتهي بإس، فهنعمل إيه؟ هنحط اي اس عشان انتهي باس. زي كلمة دريس كمان، كلمة دريس بتنتهي باس اس، هنضيف اي اس عشان انتهت بالمقاطع اللي انا قلت عليها اللي هي بنضيف اي اس. طيب كلمة جلاس كمان، جلاس نحط اي اس. كلمة دش طبعا كل دي المقاطع الصوتية اللي احنا قلنا عليها بنضيف بعديها اي اس، دش تبقى دشز. براش هتكون brushes بنحط طيب bench كمان بنحط yes. beach كلها مقاطع صوتية اللي بنحط وراها yes. والbox الx كمان من المقاطع اللي احنا بنحط وراها yes. fox نفس الشيء yes. hero كمان الo بنحط بعدها yes. tomato نفس الشيء كمان توميتو حط اي اس. طيب بافلو، بافلو بنحط كمان اي اس. مانجو نفس الشيء. خلاص يبقى عرفنا ان الكلمات التي تنتهي ب او بنضع اي اس. راديو
بي اس. طيب كلمة زو لا، كلمة راديو هنا بس اس، في بعض الكلمات بنحط اس بس، كلمة راديو وكلمة زو دي من الكلمات اللي هي بس بنحط اس، بعض الكلمات الشاذة وبامبو كمان. خلاص تمام كده، يبقى احنا عرفنا القاعدة، الكلمات التي تنتهي ب اس اس او اس او اس اتش او او اس او اس اتش او سي اتش او اكس او او، بعض الكلمات بنحط فيها اس yes. في بعض الكلمات الشاذة في الاو بنحط بس حرف الاس. هسيب لكم لينكات تحت عشان تتأكدوا من الاجابات بتاعتكم وتتدربوا عليها، تخلوا الاطفال يكتبوا ويتدربوا. عندي كلمة باص هنا بتبقى دبل اس. نرجع تاني للتدريب اللي بعد كده، كان الفيديو انقطع، هنكمل تدريب تاني عن الجمع. لو كلمة زي كلمة بيقول لي one tomato no two، هنخلي عمر، عمر متحمس ان هو يشارك معايا، هو اللي هيجاوب no no two tomatoes. What we can do in the end, you will add yes E S. Why E S? Because there's a O. عشان في O في النهاية. لما يكون الكلمة بتنتهي ب O في النهاية بنضيف E S في معظم الكلمات. الكلمة اللي بعدها One glass. No two glasses. What we can add in the end? Yes. هنحط في الآخر double S. ليه؟ عشان why because there's already double S right there. عشان بيقول ان في الاخر موجود double S في النهاية. شوف اللي بعده one child no two children. هنا كلمة child الجمع بتاعها بيكون شاذ او لا يتبع القاعدة، هنكون children. طيب one woman no two women's. Women's حط اس. No what woman. Women we can remove a and add a. We will remove a and put e. اي هكون women. Church. What is the plural of charge? Yes. Yes. We will add ESY. Because we ch. عشان الكلمة انتهت ب ch صوت ch أو ch. في كمان. طيب. One hand, no two. Hand. What will add in the end? Yes. Yes. ولا S. Only S. Why? Yeah. Only S because no, no SS, no S, no X, no O. It's normal one. يعني كلمة عادية فهنحط بس في الآخر S. One tooth. One tooth. What is the plural word of tooth? Teeth. Teeth. دي كلمة شاذة كمان، هنخليها teeth. طيب. One earring. No two earrings. دي ما فيهاش حاجة. هي زي ما هي. هنحطها بنحط اس بس. تمام. طيب one volcano two no two yes. هنحط yes volcanoes. هنحط es. طيب تعال نشوف اللي بعدها because في o صح. one baby no two take away y will remove y. Okay, then we'll add I ES. IES, good. لو في Y بنشيل Y ونحط IES. Next, one fox, no two fox. How? Yes.
هنحط اي اس عشان الكلمه انتهت بالاكس والكلمات اللي تنتهي بالاكس نحط اي عشان في اكس. شاطر. 1 بلس نو 2 باسز. باسز هاو كان يو سبيل باسز؟ يو بوت انذر اس. شاطر. يعني ويل اد انذر اس ذن يس وي بوت انا يعني اضفنا اس زياده عشان الحرف الاخير زي ما قلنا حرف ايه حرف متحرك. طيب كلمة بوكس 1 بوكس نو 2 يس 2 وات يس وي اد اي اس سو بوكسز بوكسز بيكوز في اكس عشان في اكس في الاخر. 1 برش هيكون نو 2 يس برشز هنحط اي اس. نيكست 1 فوت نو 2 فيت جمع كلمة فوت فيت هي كلمة شاذة. ندخل على اللي بعده. وان ديكشنري كلمة ديكشنري تيك اواي واي هنشيل الواي اند اي 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 اس اي اس لما بنشيل الواي بنحط اي اي اس. نكست كلمة بيتش كلمة بيتش هنعمل فيها ايه؟ هوت يس هنحط زي ما قال اي اس عشان في تش في سي اتش في النهايه. البلورال وورد اوف مان مين من او من ام اي ان كارت بوت اونلي اس اونلي اس صح عشان مفيش اي شيء مختلف هنحط بس اس. اخر كلمه كلمه ستروبري كلمة ستروبري كلمة زي ما شايفين اهي هنحطها زي ما هي. What we can do تك واي واي هنشيل الواي اي اي يس اي اس صح يبقى القاعدة تقول ان احنا نشيل الواي ونحط اي اي اس. خلصنا خلصنا كل الامتحان تمام وخدنا درجة كمان 100%. هسيب لكم اللينكات بتاعة التدريبات في الديسكريبشن. كان درس بسيط يا رب تكونوا استفدتوا منه. شكرا جزيلا لسماعكم. سلام عليكم.